فرح حسين من قضاء الحمدانية، طالبة صف سادس علمي، عمري 19 سنة، ساكنة حاليا قضاء الحمدانية. المنطقة الشيء الحلو بها انها منطقة زراعية، توجد بها الحصاد، كل موسم لها حصاد. طبعا عندنا حنطة الشعير، عندنا الالبان اللي نحن نسويها بالبيت، مثلا نجيب الحنطة نخليها بالبيت بهاي الادوات اللي نسويها كلش مثل الطحين تقريبا، ونحن نسويها مثل الخبز هاي المناسبات اللي يصير عندنا والاعياد، اذا كانت بالنسبه انه مسيحيين او ماكو فرق بيناتنا، فنجيب هاي الاشياء اللي نحن نسويها بالبيت اليدويه، منتوج يدوي مو من الخارج او مستورد، راح تكون بالاعيادنا ومناسباتنا هذا شيء مثل ما يقولون اساسي انه هذا منتوج محلي، فتجمع بين المكونات. تخيل انه تجي من المحافظات، يجون ناس يمنا بالمناسبات، نقدم لهم هاي الاشياء اللي نحن نسويها بايدنا، الحنطه، الالبان، الاجبان، البيض اللي نحن نربي الدجاج وهاي الامور. اكو مناطق هنا لها هسه موجود هذا الشيء، ما انه فد مره رايح انه مثلا من زمان، نو هسه موجود مثلا ادوات نحن نسويها، فكلش نحن نشجع على هذا المنتوج المحلي، ونطالب هواي ناس انه يسوون بيدهم احسن من ما استورد خارجي، يكون جودة عالية مثل ما يقولون، وشي طيب انت تسويه بيدك. مثلا محلة وحدة جوارينا المسيحيين يسوون هم من عاداتهم تقاليدهم، فأكلة مميزة عندهم او مثلا من طقوسهم بالمناسبة يجيبونها لنا، فنحن نسألهم هاي شنو، من شنو تصنعوها، شلون تصنعوها، فهم يقولون المكونات، نحن قد ما طيبه هاي الاكله او مثلا هاي الفتشي حلاوه او اي شيء بسيط نحن نروح نسوي مثلها، فهذا يعتبر انه بين المكونات صار مهم انسجام، انه المكون المسيحي على مكون الاسلام، والاسلام يعني ساعد المكون المسيحي حتى يسوون هاي الاكله، فصار تقارب وارتباط بين المكونات بمنطقه الحمدانيه، وتماسك كلش قوي صار بسبب هاي الاشياء البسيطه الحلوه. اريد اوصل رسالتي انه تعايش السلمي يكون موجود، هاي اول خطوه، والامان يكون موجود، ثاني خطوه نحن نعتمد على نفسنا بالانتاج اللي نحن نسويه، ما فقط نعتمد على البقيه، لا، كل شيء نحن نسويه بايدنا مصدر راح يكون من يمنا، وكل الناس تعرف هذا المصدر انه محلي ومن قضاء الحمدانيه. اول خطوه انه توفير الادوات لازم تكون موجوده حتى نقدر نسوي هذا المنتج، ثاني شيء بالمناسبات، كثرة المناسبات عندنا وكثرة الأعياد وهاي الأمور راح تؤدي إنه يصير عندنا هذا المنتوج، يعني هسه مثلا منطقة الحمدانية خاصة المسيحيين مشهورين بالكبة، كبة مالتهم هاي الكبة الكبيرة يسموها، فهاي بالأعياد أغلبيتها يسووها، فشنو يطلعوها مثلا ينطوها لنا، فنحن نشوف بالأعياد فقط إنه كثرة الكبة تصير، فنحن نطالب إنه يصير حفلات مناسبات أكثر، والأمان موجود أهم شيء. الآلات متوفرة، الأدوات متوفرة حتى يقدرون يسوون هذا الشيء، أكثر من هذا الشيء ما أعتقد أنه راح يكون موجود.